وزارة دونالد ترامب الرئاسية أعلنت أنها ستبدأ في قبول التبرعات بالعملة المشفرة بغرض بناء ما تسميه جيش العملات المشفرة قبيل الانتخابات. الطريقة ستتم عبر صفحة لجمع التبرعات أنشأتها الحملة، تتيح للمتبرعين منح أصول مشفرة من خلال بورصة العملات المشفرة كوين بيس. الجدير بالذكر هنا أن العملات المشفرة هي أحد الأصول الرقمية التي يمكن تداولها عبر الإنترنت دون الاعتماد على النظام المصرفي العالمي. وبالعودة إلى ترامب، هذه الخطوة لن تدعم حملته مادياً فقط، إذ أنها ستعزز أيضاً موقفه بدعم العملات المشفرة رغم رفضه السابق لها خلال فترة رئاسته، كما سيجذب فئة جديدة من الناخبين وعلى وجه التحديد الذكور الشباب المهتمين بالأصول الرقمية وفقاً لأسوشييتد بريس. ومن بين العملات المشفرة التي تقبلها الحملة بيتكوين وإثيريوم إضافة لدوتش كوين.